النهارده هدفه الرئيسي هو عرض رؤيه المنسق العام الجديد وعرض وجهه نظر الحركه السياسيه في الاحداث الجاريه والخط بتاعنا في خلال الفتره الجايه ان شاء الله. في بدايه الكلام احب اكد انه حركه شباب 6 ابريل هي كيان مؤسسي مش كيان قائم على فرد. عندنا ادارات ومكاتب منتخبه داخل الكيان تم انتخابها مرتين في السنتين الماضيتين. من الحاجات الاخرى اللي هنتطرق ليها في مساله التطوير، تطوير المكتب السياسي واليات التواصل ما بين الحركه وما بين القوى السياسيه والنخبه من اجل توضيح اسرع لاراء الحركه ومواقفها السياسيه، وده لتقريب وجهات النظر مع القوى السياسيه عشان نقدر نوصل لافضل مساحه من الاهداف المشتركه اللي نقدر بيها نساعد في خدمه الوطن والمواطنين والعمل على بناء مصر الحديثه. مسألة التباطؤ بنلمسها بشكل أكبر في أداء حكومة الدكتور الببلاوي، واللي كان المفروض إن هي تبقى حكومة في مرحلة كنا نرجو أن تكون مرحلة تأسيسية وليست مرحلة انتقالية كما يسميها البعض. كنا نريد حكومة تؤسس لتنمية اقتصادية حقيقية، تؤسس لحياة سياسية حقيقية، ولكن وجدنا أن حكومة الدكتور الببلاوي زيها زي كل الحكومات اللي كانت في الثلاث سنين اللي فاتوا، مجرد حكومات لتسيير الأعمال، حكومات بتعتمد على المعونات، ما عندهاش حلول اقتصادية لمشاكل الوطن، ما عندهاش رؤية لتنمية اقتصادية حقيقية تقدر بيها تواجه بيها مشاكل البطالة ومشاكل الأسعار، تطوير الصحة، تطوير التعليم. المحور الخامس والأخير في المؤتمر، وبعد كده نفتح باب الأسئلة، المحور الخاص ب رؤيتنا المستقبلية وطريقة القضايا اللي هتعمل عليها الحركة في الفترة القادمة بناء على البرنامج اللي وضعناه واللي حاز ثقة أعضاء الكيان. على المستوى السياسي طبعا احنا بنراقب أداء لجنة الخمسين وبنحاول ان احنا نشوف ايه المواد اللي هتصدر عن هذه اللجنة والدستور اللي هيصدر عن هذه اللجنة، وبنؤكد انه احنا عندنا امل كبير ان يخرج دستور بيتوافق مع النضال الشعب المصري على مدار ثلاث سنوات الماضيه من 25 ل 30 يونيو، ونقدر فعلا ان احنا نثبت ان احنا قادرين على وضع دستور يؤسس لدوله ديمقراطيه وحديثه. ولكن بنؤكد برضو في نفس الصدد انه حركه شباب 6 ابريل اذا وجدت انه لازالت نفس الاعتراضات اللي كانت موجوده على دستور 2012 زي ما هي، انه لو هذا الدستور مجرد ترقيع لدستور 2012 دون ان يقدم اضافه حقيقيه، احنا بالتالي هنعمل ضده بشكل كبير وهنحشي ضده في الشارع بشكل كبير. احنا ما اعترضناش على دستور 2012 لانه اللي كتبه هم جماعه الاخوان المسلمين، احنا اعترضنا بناء على رؤيه و مواد معينه قدمنا فيها اوجه اعتراضنا وقدمناها للجنه اللي بتحاول ان هي تعدل هذا الدستور.